ولذلك تقرأ سيرته فتمدمع عينك. العين هذه ما هي الدمعة؟ دمعة الشوق. ومن اشتاق إليه أقول له إن رسول الله قد اشتاق إليك، أقول له إن رسول الله قد اشتاق إليك. الحبيب يقول وددت أني رأيت إخواني. الصحابة حوله يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني هم الذين لم يأتوا بعد من أمتي. اللهم اجعلنا من إخوانه الذين أحبهم. واشتاق لرؤيتهم والتقينا به على منابر الجنة. تدرون من أقرب الناس؟ هل هم أكثر يوم القيامة أقرب الناس مجلسا منه؟ ليسوا أهل الصلاة فقط، وليسوا أهل الصدقات فقط، وليسوا أهل الحج والعمرة والجهاد فقط. هذا كله ما يجعلك تقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون معه لكن لست جنبه بجواره. إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. لأن حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم، وأعلى قصر في الجنة لمن حسن خلقه. وأقرب الناس منزلا إلى رسول الله حسن صاحب الحسن الخلق. الحبيب يقول البر كله في الدين حسن الخلق، ومن زاد عليك في خلقه زاد عليك في الدين. ولذلك الله قسم الأرزاق صحيح، وهنيئا لمن كان نصيبه في الخلق، لأن الله يعطي صاحب الخلق الحسن ما يعطي الصائمين القائمين. من أبغض الرجال إلى الله؟ إن أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. خصم يعني كثير الخصومة، هذا الله يبغضه. يا شيخ طيب ما يهمك، والله أنه ما يبغضه رب العالمين. سبحان الله. أي والله، لأن حسن الخلق هي خصلة جمل الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام.